السلام عليكم يا جماعة، وحلقة جديدة من كينج الفانتازي. معاكم محمد كورين وعمر خير الله. وحلقة الأسبوع 32. وحسوني والله يا جماعة. الحمد لله على السلامة. الحمد انت لله. كورين يسلمك حبيبي. الله يسلمك. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، وعيدوا علينا بقى بأي حاجة في السبسكرايبرز لايكس أي حاجة يا جماعة. فلوس أي حاجة. لو مش عاملين سبسكرايب اعملوا، ولو مش عامل لايك اعمل. نخش في الموضوع على طول. اهم حاجه مبروك الفوز، بس الفيرست ليج في تشامبيونز ليج قدام بنفيكا. داروين نونيز ده كويس كويس. بيقولوا ارسنال عايزين. الف مبروك الفوز برضه في الفيرست ليج في تشامبيونز ليج، وقابلنا ان شاء الله ضد مرينجي بكره. يعني ماتش سهل على فكره يا عم. لا مش ماتش سهل. طيب نخش على التيم اوف ذا ويك بتاع الاسبوع ال 31، وعندنا كابتن يواكيم اندرسون عامل اسيستين وكلين شيت ضد ارسنال غير متوقعه تماما تماما تماما، والحمد لله ان الماتش كان باتريك بيرا. طبعا عندنا جانيلت. طب كنت لسه اقول لك بقى تحكي لنا كده ايه اللي حصل. هو اللي طلع التوب بلاير اندرسون، معلش دعوه. ماشي. معرفش ايه اللي حصل، بس هي بالنسبه لي هي بشره خير، لان ده نفس الوقت السنه اللي فاتت في اول شهر 4 لعبنا وست بروميتش وخسرنا فرق 3 تجوان 5-2 على ستامفورد بريدج، ودخل فينا 3 تجوان في 10 دقايق برضو، وكان قبل الكوارتر فاينل بتاع تشامبيونز ليج، وكملنا وتشامبيونز ليج وخدناها. فلو على حساب ماتش مفيش مشكله، وهو اصلا خسروا فتمام يعني. ماشي. طيب وفي دوهرتي 14 نقطه، عندنا بوين 13 نقطه، يوتا برضو 14. بون يعود من الاصابه على طول ب 14 نقطه من الهوا، يعني من الهوا بجد. ستيرلينج 11، سون 12. سون هو اللي فارق قوي لان هو اللعيب الوحيد اللي يعني كان فيه شويه تاس وكابتنات. كرول 10 نقط برده، كلين شيت وبونس وسيفز قدام برايتون. وجوني 9، الراجل من ساعه ما رجع من الاصابه جاب جونين او ماتشين ورا بعض. وشكله خلاص يعني سيميدو رجع من الاصابه، بس ما اظنش ان هو هيلعب تاني. يعني جوني عامل اداء عالي قوي. بس جوني بيلعب شمال. لا دلوقتي بيلعب يمين، عشان هو بيلعب مركزين يعني. وبرده واتكنز جاب جون وخد الماكسيمم بونس بوينتس، مع ان استون فيلا خسرت بس ماشي يعني. عايزين نخش على الليج بتاع كينج الفانتزي، ويعني وبعد كده نخش على الفرقه بتاعت الفرقه بتاعتك. ونفس المتصدر برده هشام يسري، بصراحه ده اكتر واحد كونسيستنت شفته في من ساعه ما بدانا البرنامج ده. ده حقيقي. يا از نوت توري 44 نقطه، كان مكابتن صلاح وعنده فايس سون. لو كان مكابتن سون كان فرق معاه قوي. والراجل خامس على مصر و 333 على العالم. انا جبت 36 نقطه، مفيش حد عندي عمل اي حاجه غير سون تقريبا يعني، والسته بتوع كانسيلو، الباقي كله اتنينات وواحد. وصا جاب 3 نقط يعني كابتن صلاح. والله ما شاء الله، انا جايب 27 وعامل ماينس 4. الله، ده انا كسبتك في ديت ويد. لا عندك حد دبل؟ صحت عندي فيج هورس. طب عندي جوردن، وانا ما لعبش اللي نزل اصلا. بس صفقه انا جيم ويك رانك 7 مليون و400 الف يعني. ما شاء الله. لا 7 مليون و400 الف مش فارقه يعني. يا ابني ده بقول لك جايب 23 نقطه. انت كام اوفر اول دلوقتي؟ كنت بادئ الجيم ويك 17000، دلوقتي حاجه و30 الف. تمام. بس يعني اسبوع جميل. اسبوع جميل الحمد لله. نخش على طول بقى على الاسبوع الجاي، وفي جيم ويكس اتعلن يعني خلاص كده. كل الجيم ويكس بتاعت الدوري او لحد اخر الموسم اتعلن عنها. عندنا جيم ويك 36 في 10 فرق عندها دبل جيم ويك، وجيم ويك 37 عندنا 6 فرق اعتقد. واعتقد يعني معظم الناس اللي لسه عندها فري هيت الثانيه هتستخدم تقريبا يعني في جيم ويك 36. يعني هو برضه في 36 في 33 اللي هو اللي بعد اللي جاي، في شويه دبلات. وفي نفس الوقت يعني فرق يعني سيتي ويونايتد وتشيلسي، سيتي وليفربول وتشيلسي عندهم ماتش واحد. فكره ان انت على حسب الشيبس اللي باقيه معاك. يعني انا مثلا باقي معايا فري هيت وبنش بوست، فبحاول اظبط ان انا مثلا العب بنش بوست في 36 واحاول اجيب لعيبه. في فرق برضو الميزه ان في فرق عندها دبل 36 و37 زي تشيلسي مثلا. بس تشيلسي القلق منها شويه ان انت لسه مش عارف لسه مش عارف ايه اللي هيحصل. استون فيلا نفس الكلام يعني. ده اللي مخليني استون فيلا عندهم بلانك في 33، بعدين عندهم دبل في 36 ودبل في 37. فبفكر خلاص انا مثلا عندي لعيب زي كوتينيو مش عايز امشيه، بعدين ارجع اجيبه تاني. هو بقاله 3 ماتشات ببلانك، بقاله 3 ماتشات ببلانك، بس هو كوتينيو طول عمره كده وستريك يعني. وتلاقي دبل ديجيت مره بالظبط زي دبل جيم ويك جاب حاجه و20 نقطه. والدبلات عامه بتاعت استون فيلا مش وحشه يعني.
نورويتش كريستال بالاس بينلي ليفربول ليفربول ف... ف مش وحشه طبعا ف... يلعب ضد فريق القديمه كده في جيل اكيد معروف لا وفي الاسبوع ال 37 اللي هو بقى خلاص الدوري بيخلص طبعا كوتينيو هيفتكر الكوره طبعا ف بس حاسس الاستراتيجيز يعني مفيش استراتيجي قعدت افكر ابص على فرقتي حاسس الاثنين استراتيجيز يمشوا يعني يعني ممكن تلعب ما تلعبش فري هيت فهي معتمده اكتر على الشيبس اللي باقيه لك يعني يعني دبل جيم ويك هنكيكه هنتكلم عنها على مدار الموسم قبلها بس احنا قلنا بس ونقول الخبر ان كده جيم ويكس كلها او دبل جيم ويكس كلها تعالى عنها نخش بقى على اللعيبه اللي احنا عايزين نتكلم عليها واول لعيب عايز اتكلم عليه هو التوب اصلا لعيب متجاب لحد دلوقتي والناس شارين لحد دلوقتي هو ماديسون ماديسون لسه عنده دبلات كتير والراجل في اخر ماتشين بدا يجيب فورمه جون واسيست في اخر ماتشين والماتشات الجايه عنده يعني كريستال بالاس الماتش الجاي بعد كده مع انه ماتش صعب كريستال بالاس ان كريستال بالاس بقالهم 4 كلين شيتس اهو ما شاء الله يعني بعد كده عندهم نيوكاسل ايفرتون استون فيلا وعنده 33 ده دبل جيم ويك نيوكاسل واستون فيلا بعد نيوكاسل وايفرتون سوري وبعد كده استون فيلا 34 بعد كده توتنهام في 35 بعد كده ماتشات سهله برده ايفرتون دبل جيم ويك ايفرتون ونورويتش وواتفورد 37 دبل جيم ويك واتفورد وتشيلسي واخر الماتش ساوثهامبتون هوم فهو ماديسون ممكن تجيبه تسيبه لحد اخر السيزون خالص مش هيقول لا وخصوصا اعتقد ان فاردي قرب يرجع يعني فاردي قرب يرجع كمهاجم فيعني برضو هيفرق معايا ماديسون يعني ان هو فاردي بيلعب قدامه لا ولسه اقل من 10% اونرشيب اعتقد هيكسر 10% على الديدلاين الجايه يعني. كنت هتكلم على بارنز برضو نفس الفكره في الماتشات بارنز بس فكرته ان هو ارخص سنه اونرشيب 4% ابتدى يفوق شويه الفتره اللي فاتت الاسبوع اللي فات ما عملش حاجه بس اللي قبليه عمل اسيست اللي قبليه جاب جون برضو اعتقد ان لما فوردي يرجع الفرقه هجوميا هتفوق شويه خوفي الوحيد من ليستر ان هم لسه في الكونفرنس ليج وهم مركزين شويه خلاص ما عندهمش اي امل في الدوري فبيحاولوا ياخدوا الكونفرنس ليج بس اعتقد يعني ان ماديسون وبارنز ما اظنش ان هم هيطلعوا من الملعب خالص فاردي هو اللي في قلق شويه ممكن لما يرجع يقول لك اركز هيبقى صفقه حلوه لما يرجع كمان هيبقى صفقه حلوه بس هي هتعتمد قوي هيعملوا ايه الاسبوع اللي جاي في الكونفرنس ليج لو طلعوا هتبقى لعيبه ليستر صفقه حلوه قوي في الدوري ممكن يبقى عندك 3 من ليستر لاخر السيزون يعني تاني لعيب عايز اتكلم عليه وبصراحه بقاله تقريبا 4-5 ماتشات راكب اساسي والفرقه بصراحه برده مستواه في تصاعد مستمر ومد ويرتي يعني انا نصيحه اي حد عنده ريجليون يبيعه يجيب دوهرتي لان يعني هو راكب يمين وساعات كمان بيلعب اميرسون رويال يمين زي الماتش اللي فات بيلعب دوهرتي شمال مش عارف ده بسبب ان ريجليون كان مصاب ولا ريجليون اصلا ما بقاش في الحسابات ولا ايه دوهرتي لحد دلوقتي 8% اونرشيب ما كملش 5 بيلعب في فرقه المفروض انها بتجيب كلين شيتس حتى لو ما جابش كلين شيتس بيهاجموا بوينج باكس اللي هم دوهرتي ورويال او اميرسون رويال دوهرتي وريجليون ايا كان بس دوهرتي احسن وينج باك في الفرقه دلوقتي واساسي ومكمل الماتشات الجايه استون فيلا برايتون برنتفورد ليستر في ليفربول ارسنال في النص بعد كده اخر ماتشين بيرلي ونورويتش فاعتقد ان هو ممكن يطلع لسه بكام اسيست وكام جون كمان وممكن في الماتشات دي يطلع بيها في كلين شيت فصفقه بصراحه قويه جدا لحد اخر السيزون برده انا لقيت تاني اللي عايز اتكلم عليه او مش لعيب عامه بس عايز اتكلم على تشيلسي تشيلسي ماتشاته حلوه وزي ما قلنا دبل في دبلات جايه بس في نفس الوقت برضو الريسك من تشيلسي هو الشامبيونز ليج فهيبان شويه هو اهم لعيب بالنسبه لي اعتقد في تشيلسي هو جيمس خصوصا ان هو ما بداش الماتش اللي فات ده رايح عشان ماتش ريال مدريد عشان ماتش ريال مدريد وخلاص هيبدا يلعب لما دخل فيه 4 تجوان قال لك نزله بقى يعني لازم لا هو كمان هو المضحك ان هو يعني هو نزل خد جونين فجاب زيرو يعني هو قدر الناس كلها بس هو كان عمل اسيست لهافرتس الجون اللي ما اتحسبش الجون ما اتحسبش فجيمز اعتقد مهم قوي ناس كتير قوي باعته لما اتصاب وحتى انا واحد منهم بس اعتقد ان ده وقت ان انت تفكر في جيمز اعتقد ان هو هيلعب اساسي لاخر السيزون يعني على الاقل لحد ما نسكيور موضوع التالت ده بالظبط فكنت بقول لك يعني ان مثلا لو تشامبيونز ليج مكملين ان شاء الله نكمل يعني ما اعتقدش ان هو هيبقى جيم ويك 36 37 كنا خلاص بنلملم اوراق السيزون انا لملمته طبعا من 10 جيم ويكس ولا حاجه هو ده كده كده وقت ان لازم دكتك تبقى بتلعب بالذات ان كل الناس او ناس كتيره قوي لسه عامل بنش بوست وبتفكر تلعبه فكده كده لازم تركز برضه في الترانسفيرز ان تجيب لعيبه هتلعب على او على الاقل هتنزل من على الدكه تجيب لك نقطتين علشان في الاسبوع بتاع البنش بوست تبقى الدنيا مظبوطه يعني. طيب هو احنا الاسبوع ده هيبتدي يوم الجمعه عندنا بدا يعني دخلنا في الكابتنه في نيوكاسل وولفز وفي ماتش يعني اعتقد هيبقى تكسير عظام يعني
ما بين بيرنلي ونورويتش ده اعتقد نورويتش لو خسروا الماتش ده خلاص كده. هو عامه بيرلي يعني بيرلي هيلعبوا بكره عشان هي متصور تات قدام ايفرتون وده ماتش تكسير عظام والسبت ولا الحد قدام نورويتش. هو دول ست نقاط وبرده واتفورد وليدز برده وبرده واتفورد وليدز الاسبوع ده تحت ضرب نار. طيب. في ماتش كده تعبان سيتي وليفربول ملوش لازمه يا عم خلينا نتكلم في المهم. هو ده المهم. طيب الكابتنه اعتقد هتبقى يعني الكابتنه مش سهله بصراحه الاسبوع ده خالص لان يعني توتنهام هتبقى استون فيلا ما تكونش هيبقى ماتش سهل خالص في الفيلا بارك. مانشستر سيتي وليفربول في ناس بتروح مع صلاح على طول في الماتشات دي يعني تشيلسي هيلعبوا ساوثهامبتون مفيش لعيب اللي هو هنكابتنه قدام تشيلسي طول عمرها كده يعني او بقالها 3 4 سنين كده. في ارسنال قدام برايتون ما اعتقدش هيبقى ماتش سهل برده فالكابتنه هتبقى حلوه بصراحه السيزون ده ممكن تجازف بواحده كده بره الصندوق واحده دينيس فاكر حبيبي انا لهوي على دينيس. انا حاسس صار عامه قدام ليز اوبشن مش وحش خالص والله نفسي يعني انا لما بصيت على الماتشات كده اول واحد جه في دماغي رافينيا بس انا قسما بالله ما هكفي ماشي بس لازم نقوله انا شايف صار قدام ممكن. قدام ليز اوبشن مش وحش خالص بوين قدام بريتش برضو ممكن خالص. هو عامه ما يعني اي كابتنه الاسبوع ده هتبقى حلوه يعني الكابتنه هتتقسم جامد مش شايف حاجه تاني قوي يعني بصراحه فاعتقد ان دي فرصه لاي حد يكابتن اي حد على هوا حتى لو هجوم حتى عادي. هو فعلا اسبوع كابتنه صعبه انا حاسس ان هيبقى في ناس كتير هتكابتن الاسبوع ده مدافع هيحس ان هو ممكن جيمز يكابتن. ممكن جيمز مثلا يعني هو اسبوع بصراحه يعني ده اسبوع تاخد فيه الريسك لان الكابتنه هتتوزع على ناس كتيره فما اظنش ان اللي هو هيبقى فيه كابتن الناس كلها هتكابتنه فلما يجيب وانت مش مكابتنه هتتعور في الرانك يعني. فبعدين هنرجع بقى ضبانات ليفربول ومش عارف ايه هتخش في نفس الكابتنه لاخر السيزون يعني. بس من الناس من الفرق الكبيره اعتقد ادمن اوبشن هيبقى يعني توتنهام قدام استون فيلا يعني سواء كنا وصلنا كده. دي كانت اخر حاجه في الحلقه بتاعت اسبوع 32. ما تنساش تعمل سبسكرايب او لايك عشان يعني لو مش عامل سبسكرايب مش عامل لايك اعمل لايك عشان بس الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. ونشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله الاسبوع 33 كمان. محمد كريم عمر خير الله. السلام عليكم.